يحتوي ركن إدارة النقل والمعدات إلى 4 أقسام رئيسية: قسم مركز التحكم وقسم الصيانة، ويحتوي على القسم الميكانيكي وقسم الدهان، بالإضافة إلى قسم المحاكاة الافتراضية، وأخيراً إلى قسم التدريب. يتم من خلالها تثقيف المجتمع وتدريبهم على السلوكيات الصحيحة لإطالة عمر الافتراضي للمركبات والآلات، ويتم من خلالها أيضاً إلى حثهم على السلوكيات الصحيحة التي يتم اتخاذهم في تصحيح العمليات التشغيلية، وأخيراً تعريفهم إلى الأجزاء الرئيسية والمكونات الأساسية للمركبات وكيفية صيانتها بشكل مستدام. نستقبل زوار إدارة النقل والمعدات بمهرجان الزهور، فتهم على جهاز المحاكاة بأساليب القيادة الصحيحة، وتعليمهم على الأدوات الصحيحة السليمة في حال لا سمح الله حدث أعطال في المركبة، مثل العلامات التحذيرية، مثل آلية فك الكفر الصحيحة، وارتداء الملابس الوقائية حيث لا تسبب إصابات لا سمح الله.